رجعنا معاكم من جديد، وتاني فقرة في دونتيل فقرة بنشوف فيها معاكم الجديد في مكملات الأناقة والأزياء اللي دايما انتوا بتحبوا تتابعوها معانا، بالذات واحنا خلاص يعني قربنا نودع فصل الشتاء، فلازم نعرف بقى ايه الجديد اللي ممكن نركز عليه في الفترة اللي جاية. وضيفتنا النهاردة مصممة الأزياء ومكملات الأناقة زيزي العقيلي، برحب بيك يا زيزي. أهلا بحضرتك. احنا في الشتاء يعني ايه الجديد اللي انتي مقدماه في الفترة اللي جاية دي؟ هو انا حاليا انا كنت بقالي فتره متوقفه لظروف ما يعني، فحاليا راجعه يعني باطلاله جديده بقى يعني. الجلد طبعا نمبر 1 في كل طبعاً. حاجه. الريش والفرو برده مستمر معانا في الشتاء. ده من وجهه نظري انا يعني كديزاين ليا انا. انت عامله ايه؟ الايتامين داخل في كل حاجه دلوقتي يعني، هو بقى احدث حاجه طبعاً. بيمشي الاثنين بالظبط، صيف وشتاء. فحاولت عملت كوليكشن كده يعني بسيط، ودخلت فيه كل الماتيريالز المختلفه ديت. طب جميل، نشوف نبدا. اتفضلي نشوف اول انسامبل او اول طقم معانا. هو ايه بقى ده المفروض يعني ده المفروض لا هو دوت يعني خريفي شويه يعني، هو شتوي معانا وبرده داخل في الخريف شويه. سالتك اتفضلي على اساس الجيليه، هو الجيليه طالع في الشتاء بس الجو اللي احنا فيه دلوقتي محتاج جاكيتات كتير قوي. ما هو انا عاملاه شويه برده قريب داخلين على الفالنتاين طبعا. كنت طيب ميرسي، فقلت اعمل طبعا حاجه حمراء. المعتاد ان احنا بندخل الاحمر مع الاسود يعني دايما التقليدي. انا حبيت ان انا اغير الموضوع خالص، دخلت الاحمر مع الجينز. عملت سكارف جينز الطرحه بتاعته، طبعا دي جديده يعني دي شويه جديدة دي. ان الجينز متعمه بنفس الجلد اللي في الفيست مع الكوينز برضو. عملت بقى من ورا القلب. دايما بنشوف الاكسسوار من قدام. انا لا، حبيت ان انا اكون مختلفه شويه فعملت الاكسسوار من ورا. تمام. وطعمته بالكوينز النحاس ديت. تمام. الشنطه فيها نفس القلب اللي ورا على الجاكيت مع الجلد الاحمر. الشنطه زي القلب اللي بس هو كده طقم يعني كامل، قلت ده طقم الفالنتاين يعني اللي انا هنزل. ده جميل قوي. ميرسي. طيب ميرسي ليكي، اتفضلي. في طقم تاني اتفضلي. طب نشوف البنوته الصغيره بقى، انت عامله كمان للأطفال. هو انا المفاجاه اللي انا عاملاها ان انا عامله يعني البنت ومامتها. يعني عشان يلبسوا زي بعض. انا حابه الستايل ده قوي. البنت بتحب تقلد مامتها. بتحب نفس الستايل، بس انت كده عامله لهم حاجه بتسهلي عليهم الاثنين. ايوه، لان في امهات كتير بتحب كده، انا منهم بصراحه يعني. انا الحمد لله ربنا وزنيني بنات يعني، عندي ولاد، بس انا حابه الستايل ده جدا ان يبقوا شبه بعض. ان انا ابقى ماشيه وبنتي برده معايا نفس جميل. نفس الديزاين اللي انا لابساه. اتفضلي. فده اللي انا عملته في الديزاين الجديد. تمام، اتفضلي يارا. جاهزه؟ طيب لحد ما تجهز اسالك بس نشوف الحاجات الجميله برضو اللي قدامك. ريش بقى. ريش شغال زي هو ده. ده طبعا بعد الظهر اكتر يعني، سواريه شويه بالليل. بتلبس ازاي؟ وريهوني كده يا زيزي. هو يعني بيتحط كده ماشي يعني كده، وممكن يتلف كده. انا حاطه بحيث ان انا لفيته على رقبتي كلها. هيبقى نازل من هنا للشغل ومن هنا. تمام. ده شويه يعني ممكن يناسب سواريه اكتر. عشان طبعا حطيت فيه الدلايه النحاس بالفص الفيروزي اللي احنا بنحبه كلنا. جميل. ونزلت منه السلاسل ديت. يعني ده يمشي سكارف او عقد يعني. سكارف عقد حسب. يعني ما انت لابسه هاينك كده بيتلف عليه مع طقم مثلا اسود او حاجه. بيدي فخامه كده يعني بالظبط في الجو اللي احنا فيه، بالذات بقى ان احنا عايزين ندفي الرعبه عشان البرد فعلا كده. بس هو يعني زي ما انت قلت يمشي سواري شويه او عايز جو بالليل. هو طبعا ما ينفعش في النهار. لا 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 خالص، الفرو والريش كله يعتبر يعني بعد الظهر. بعد الظهر احسن. طيب نشوف حاجه ثانيه كده برضو. ده برضو سكارف من التايجر، ده برضو يعني هو عقد بس طبعا مش الشكل التقليدي للعقد. برضو هو بيتلبس وبيصغر كده على قد الرقبه. تمام. وممكن يتلف برضو ويرجع تاني نفس الشكل اللي انا قلته. يرجع تاني كده برضو مع الاكسسوارز دوت، مع ده بيتلاقوا كده هنا اهوت. ممكن يتلبس كعقد كمثلا سكارف كده بينزل، ودي كلها نازله لو برضو لابسه طقم سايده كله. تمام. يعني انت عامله منه ان هو يتعمل كذا شكل. بحيث ان انا ما عيدش نفسي بلبس معين، لا يعني هغير فيه يعني. هغير عشان ما ازهقش برضو من الديزاين يعني. بالظبط. في واحد شبهه برضو تايجر بس ده مختلف. تايجر بس انا هنا عملت حاجه يعني، انا هو التايجر ده التايجر عدلته يعني، ده قماش عدلته. انا عملته على الظهر بحيث ان هو يديني الجراي الفاتح شويه. ما يبقاش التايجر اللي هو الصريح يعني. فاداني الشكل اللي هو دوت التايجر الابيض في اسود، اداني على لون جراي شويه. يعني ده على شميز ابيض، على حاجه سودا برضو هيبقى حلو. تمام. طيب اتفضلوا. هي كده البنت ومامتها. طيب انا بس قبل ما نشوف الطقم ده هستاذنكم ناخد فاصل سريع جدا ونرجع تاني، خليكم معايا.
طيب رجعنا معاكم تاني وبنشوف مع بعض بقى الطقم اللي هو ما بين الام ومامتها، هنشوف ازاي ممكن يلبسوا شبه بعض ونفس الستايل. اشرحي ده برضو انا عملته برضو الفالنتاين الاحمر، انا مركزه على الاحمرات شويه لان لسه يعني داخله في يعني ومناسب طبعا الاحمر في كل الوقت، بس انا حبيت ان هو ده يكون بدايتي يعني ايه السيزون دوت. عملت البلوزه برضو اليارا الكبيره الديزاين بتاعها اللي هو البنشول عادي، والشراشيب طبعا موضه جدا السنه دي. طبعا عملت منها الشاشيب، هو بسيط جدا وسيمبل بس شيك جدا يعني. نفس الحكايه بقى، حبيت ان برضه عشان لو حبت ام تخرج في الفالنتاين تبقى بنتها معاها يبقوا لذيذ مع بعض. هنا دخلت مع الاحمر طبعا المعتاد، احنا قلنا الاسود وكده، انا دخلت اللون اللي هو الفيروزي، حاساه حلو مع الاحمر، يعني هو كسر برضه التقليدي شويه. يعني معظم اللي يلبس احمر يلبس عليه اسود، انا لا دخلت لون الفيروز في الاكسسوارز والطرحه نفس اللون. جميل. وعملت للبنت برضه نفس الديزاين عشان يبقوا متقاربين. متقاربين لبعض. جميله خالص ان الفكره لذيذه ان البنت والمامتها يمشوا بنفس الطقم، وهي على كبير والتاني على صغير. شكلهم حلو بالظبط كده. ميرسي، اتفضلوا نشوف بقى طقم التاني على ما يجهزوا بقى. انا عايزه اشوف الكوليه برضو اللي انت عاملاه، انت عامله واحد جميل جدا دلوقتي لفت نظري، عايزين برضو نتكلم عنه. ده جلدي طبعا زي ما انا قلت ان انا مدخله في الشغل بتاعي كله السيزون دوت الجلد. ده جلد قصيته برضو على نفس الشكل اللي قدامنا دوت. تمام. وحطيت عليه دان بيتي الجلد البيتي. دخلت معاه اللون اللي هو الموف البتنجاني الغامق قوي. طبعا هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، انا بحب اشيز دايما عن القاعده يعني. الوان متناقضه. فدخلت معاه البتنجاني مع كل الاكسسوارز السيلفر دوت، فاداني الشكل اللي هو قدامي دوت. يعني فكرته جديده مش تقليدي. انا دايما بحب اعمل حاجه مش تقليديه يعني. بتعملي من نفس الديزاين كذا لون ولا بس عملتي دان بيتي خلاص ما بتعمليش حاجه؟ لا هي طبعا بصي انا الماتيريال بتبقى قدامي بشوف فيها الديزاين اللي انا عايزاه، يعني بحطه قدامي خلاص هو بقى كده. الا لو حد طلب يعني انا عايز طلب لون تاني يعني، انما خلاص الفكره بتطلع بتطلع في موديل تاني. هطلع حاجه تانيه بطلع في لون تاني. يعني بتعمليها مره واحده. يعني حتى انا لما دخلت التايجر عملت تايجر بس برضه غيرت في الشكل، ما عملتش نفس لون القماش، عملت عضلات بحيث انه يكون برضه ديزاين مختلف. تمام. ورينا برضه الاخضر ده جلد و لا هو ده مش جلد، هو ده جلد. اللي فوق ده جلد. ده قطيفه. ده برضه مناسب للسيزون اللي احنا فيه. عملته بشكل كده برضه شكله غريب يعني. يعني فكرة. انا عملته بشكل كده يكون غريب يعني، ما تعرفيش انت ده معمول ايه ولا معمولش باين ايه الشكل بالظبط، بس هو الحلاوه فيه ان هو كده ان هو طلع كده يعني شكل عشوائي شويه. عملي ازاي بس مربع، ودخلت فيه برضه الشراشيب مستمره معانا جدا الشراشيب. حطيت فيه من نفس الوان الاحجار، من نفس لون الشراشيب لون الاحجار. تمام. وطلع برضه بالشكل ده الاخضر مع الاسود برضه لذيذ مع لون تالت يعني. دخلت البينك برضو فادى شكل حلو. شكله جميل فعلا، والالوان برضو الاخضر طالعه معانا كانت في الشتاء. الاخضر بكل الالوان ودرجات كل الالوان موضه يعني. ما بقاش فيه بقى ان احنا نلبس في الشتاء بني واسود وجري. الشتاء زمان كان كله كئيب شويه في رمادي بني. كل حاجه. كل الالوان بيستاج زي ما انا لابسه كده كل حاجه طالعه، حتى الاورانج طالع في الشتاء. طالما الماتيريالز تقيل فخلاص يعني الالوان المفاجاه حلوه يعني. بالظبط. طيب لحد ما يجهزوا برضو عايزين نشوف العقد الاورانج، بما جبنا سيره اللون يعني. ايوه. فنشوفه برضو، قولي لي فكرته برضو عاملاه ازاي. ده برضو جه فكرته معايا الاورنج، دخلت معاه الكافيه مع البني، ده التقليدي بتاعنا دايما. عارفين الاورنج بيمشي مع الكافيه مع البني، فعملت الديزاين دوت يعني، حطيت الاحجار ديت وطلع معايا نفس الديجرادي دوت بالكوينز اللي نازل منه، طلع بالالوان اللي حضرتك شايفاها دي. شكله جميل برضو. ده يمشي في اي وقت شويه يا زيزي يعني، ابريمي دي مثلا برضو. وكاجوال برضو شويه يعني. لكن يعني هو يمشي في حلو ان هو ماشيه في النهار، لان السلاسل اللي فيه طبعا جولد بتلمع فبيمشي كل حاجه. دلوقتي ما بقاش قوي بقينا بنلبس كل حاجه في اي وقت، بس برضه التحفظ. تمام. يعني في حاجات ما ينفعش نلبسها مثلا نخرج بيها الصبح. بالظبط. طب نشوف الطقم ده، اتفضلوا. اوكي. شكلهم جميل خالص مع بعض. شكلهم عسل يعني. اشرحي لنا بقى الطقم ده. ده برضو الايتامين زي ما انا قلت اللي انا يعني حبيت الشغل فيه جدا يعني، هو يمكن بقاله فتره طالع بس انا عملت الالوان دي سبيشال اوردر ليا يعني. تلاقي اللون مختلف، عندك اصفر مع ازرق مع احمر. تلاقي مفيش حد ممكن يعملها. لا يعني محدش يعني ممكن يعمل كده. فطبعا عشان اكسر الالوان دي كلها لازم على اسود يعني. الا لو حد بقى يعني جريء شويه ممكن تلبس على احمر. اكتر من كده لا يعني ما حبتش يعني، فحبيت ان انا احطه على الاسود. الايتامين برضو زي ما انا قلت طلبته سبيشال اوردر للالوان بين الكوينز اللي حاسس اللي نازله فيها مع الاشارب، نفس الحكايه مع يارا الصغيره.
يعني شرط انه يبقى الطقم يمشي بنت ومامتها، ولا انت بتخليه يمشي مع الصغيره؟ بصي انا بخليه، احنا دلوقتي بقينا يعني ما بقناش زي الاول بنلبس بتحفظ، لا عندنا جراءه شويه. ففي ناس كتير ممكن تنزل كده، انزل انا وبنتي كده ايا كان. طبعا هنا انا مصغره العقده شويه بتاع يارا، يعني هتلاقي عندي يارا كبيره عشان يناسب سنها، عشان يناسب سنها، ما انا برضه مراعيه الموضوع ما يبقاش نفس يعني تيبيكال نفس ال بالظبط. ما كده انا بسالك يعني بتراي برضه. فحطيت لها واحده بس هي من الايتامين دوت، نزلت منها الكوينز، عندي يارا هم اتنين بس نفس الديزاين وكل حاجه، بحيث برضه ما تشوفيهوش ما تحسيش ان هو لا يعني حد كبير، لا يعني تحسي برضه. والشنطه صغرت شويه على حسب سنها. حسب سنها. بس شكلهم جميل خالص يعني. والسكارف طبعا للبناتيت الصغننين طالع موضه يعني، فبصي حتى شكلها عسوله يعني. جميل خالص. بصي اتفضلوا. طيب نشوف بقيه العقاقات برضه ناخد فكره عنها. ده برضه التايجر. ده تايجر بس على بني بقى. ده التايجر اللي على بني. بيبقى حلو قوي البني في الفيروزي على فكره. احلى لونين تحفة. يعني انا العود ده بصراحه من احب الحاجات اللي بحبها قوي، لان دايما زي ما قلت لك انا مش بحب التقليدي. يعني هنا التايجر البني مع الكافيه دخلت فيه الفيروزي. يعني تقولي ازاي؟ هو يعني شكله حلو. لان احنا يعني انا حاساه كده حلو مع التعليقه طبعا النحاس الاكسديه دي مأكسده، فطلع بالشكل دوت. ده ممكن البسه والبس عليه طرحه لو على طقم بني، طرحه فيروزي هيبقى تحفه جدا. تمام شكله حلو. بس هي الفكره ان انا بدخل الوان مالهاش علاقه ببعضها، بس لايقه على بعضها. بس بتكون لايقه يعني. ده ممكن يمشي برده في فتره الظهر. ده عادي كاجوال مثلا، واحده رايحه الشغل بتاعها تلبسه عادي. ما فيهوش مشكله. تمام حلو قوي. لا ما فيهوش ستراس كتير يعني. لا هو هادي يعني طبعا. شكله شيك. الموف بقى حاجات موفات مع روزات. ده الموف، مع البينك يعني برضه درجته الفاتحه شويه. برضه حبيت الشكل دوت، كان يعني طالع موضه قوي اللي هو اللون. عامل زي عنقود العنب يعني. يعني ده كان طالع كتير قوي، بس كان كله يعني كان يبقى كله كده، فانا حبيت الشكل يبقى صغير كده احلى. يعني في النص. في النص بس. التجميع كله هنا في النص. والبينك مع الموف طبعا لونين يعني حلوين. يعني حابين بعض في ال لا هم الوان جمال. بس على فكره نادرا ما حد بيجمع بينك مع موف. يعني ممكن تشوفهم كل فتره، فانت حلو ان انت جمعتيهم مع بعض مدين شكل حلو قوي. ما انا قلت يعني انا مش دايما بحب ما امشيش ورا التقليدي يعني. بحب اعمل حاجات مختلفه. جميل يعني. تركيبه الوان مختلفه برضو. بتعملي تركيبه اللون تستني لو حد طلب الوان تانية؟ طبعا بيطلب يعني. انا طلب مني دوت الاسود في الاوف وايت. اسود في اوف وايت حلو، عشان ده طبعا يتلبس على كل حاجه يعني. احنا بنحب دايما نلبس كل حاجه على كل حاجه يعني، دايلي على كل حاجه. فعملت الاسود في الاوف وايت بس. كانت الغريب ان انا عملت اللونين دول مع بعض. لا جمال خالص. انا عايزه اعرف بتعملي الديزاين يعني بترسميه كده في الاول ولا لا والله على طول؟ هو انا الفكره بتجيني يعني وليده اللحظه زي ما بيقولوا ساعتها. يعني انا اشوف الماتيريالز، وممكن اجي اعمل الفكره اللي انا فكرت فيها. مجرد ما امسك الماتيريالز بتاعتي بلاقي الحاجه طلعت عكس ما انا كنت عايزاها خالص. شكل تالت خالص. تمام. يعني دايما الافكار موجوده يعني. بصي هي الموهبه يعني الحمد لله بتفرض نفسها. طالما في موهبه لو اي ماتيريالز قدامك هتعرفي توظفيها. من اي حاجه. بتبقى شكلها جميل من اي طبعا. حاجه ممكن تطلعي اي فكره. تمام. طب اتفضلوا جاهزين. اتفضلوا. ده بقى ايه برضو عشان فالنتاين قلوب. ده فالنتاين. فالنتاين بقى. ده صريح. قولي لنا بقى فكرته. ده برضو فكرته جاتني ان انا عايزه برضو اعمل يعني. انا هنا في الجاكيت الاحمر عملت القلب الجينز. لا طبعا احنا برضو مش هنبعد عن التقليدي ان احنا معروف الفالنتاينز القلب الاحمر. فحبيت ان انا قلت احطه على الاسود بقى. عملته على الشنطه السوداء القلب الاحمر مع الشرشيب الكريستال. دخلت شرشيب برضو بس بطريقه مختلفه بالكريستال. عملت العقد من نفس الديزاين اسود وفي القلب الاحمر. ونازل منه القلوب الصغيره. تمام. الاشاربي برضو فيه من الجنب القلوب الحمراء. ده طقم كده لوحده يعني كافي ان هو يتلبس كده لوحده خلاص. بيبقى جميل طبعا. برضو مع نفس الحكايه مع يارا. يعني برضو لو حابه تنزل في يوم الفالنتاين هتلبسه هيبقى شكله تحفه طبعا. بالذات بقى لما يلبسوه كده مع بعض. طبعا شكلهم ملفت وجميل قوي. ايوه شكله حلو. الشنطه انت برضو مصغراها ليارا. مصغراها ليارا. والعقد برضو مصغراها ليارا شويه. القلب هنا عند يارا كبيره غير يارا الصغيره. بنفس الديزاين بس هو على اصغر شويه، بحيث برضو ما يبقاش شاذ للعين قوي ان ده مش سنها مثلا. هو يعني مختلف. لا شكله حلو قوي. جميل. ميرسي. اتفضلوا. عامله منه الوان تانية للقلوب ولا بس؟ لا هو ده اللي انا عملته للفالنتاينز بصراحه. يعني ده قصده تعمليه الفالنتاين. انا عاملاه اصلا الفالنتاينز. لكن انا عارفه تخيلته يعني انه مثلا القلب اصفر او ازرق اي لون تاني برضه هيبقى شكله حلو. ده في الصيف بقى.
يعني ده ممكن صيفي شويه. بس انا الفكره جاتني في الاحمر مع الاسود، قلت ما عملتش حاجه احمر مع اسود خالص، فجاتني الفكره في الاكسسوارز بس. ان انا ممكن البس طقم اسود عادي جدا وبالاقيمه بالاكسسوارز اللي انا حطها فيه، الشنطه العقد كده. انت بتعملي كله بقى، الشنطه بالاكسسوار باللبل يعني كله بتجمعي الطقم كله. ايوه، بحيث ان انا لو لابسه حاجه ساده هحط دول عليهم كلهم وهنزل خلاص الطقم كده، يعني بقى حاجه ثانيه، يعني على اساس ما حدش يفكر بقى ايه هلبس ايه ايه وعلى ايه وعلى ايه. لا لا خلاص، انا ممكن البس طقم اسود الساده عادي واحط الاكسسوارز بتاعي. تمام. عموما منورتينا يا زيزي، انا بشكرك جدا على مجموعه جميله اللي شفناها. شكرا ليكي. بشكر مره ثانيه مصممه الازياء ومكملات الاناقه زيزي العقيلي، بشكركم جدا على حسن مشاهدتكم لينا النهارده. بفكركم الاعاده الساعه 1 صباحا، ونشوفكم على خير دايما. باي باي. كل اللي يهمكوا اخباره مرصودة على دانتيل، مكياج وذوق وديكور ورجيم ويا اناقة وكلام جديد مش قديم عالجمال والرشاقة، بس انتوا تابعوا شوفوا كل يوم شوفوا دانتيل. لو عايزين تعرفوا اخبار